لاحظت اني لابس مارفل <applause> حركات يا هلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعه ان شاء الله طيبين عاد مارفل من فتره نزلوا اخبار تجيب العافيه مسلسلات جديده افلام جديده عوالم جديده عوالم موازيه واقع بديل سبايدر مان واحتماليه ظهور كل اللي مثلوا ادوار سبايدر مان زمان مارفل يا اخي مارفل ما لهم حل وبعدين يقولون ليش تحبوا مارفل شوف بعينك يا حبيبي علشان كذا نحب مارفل المهم عزيزي الوجيه في فيديو اليوم بنتكلم عن مسلسل مارفل القادم واندا فيجن شويه معلومات قدرنا نجمعها بالتعاون مع صفحة اربك مارفل الله يعطيهم العافية، فإذا تحب تتابع مسلسل وان فيجن وانت كذا ما عندك أي معلومة عنه تبي تخش على المسلسل بعدين يعني فلا تكمل معنا الفيديو لأنه ممكن ممكن يعتبر حرق يعني، حرق بسيط بس كأننا قاعدين ايش نحاول ايش نستكشف ايش بيصير، فما أدري بالنسبة لي أنا مو حرق لكن يعني وجب التنبيه علشان ما تسوي لي زحمة تحرق علينا ما وأكرر الشكر موصول لحساب اربك مارفل اللي ساعدوني في جمع هذه معلومات. بحط لكم حسابهم في اول تعليق لانه ليش تبحث عن اخبار مارفل وتعب نفسك وحساب اربك مارفل موجود ما يحتاج يعطوكم كل المستجدات الخاصة بعالم مارفل أول بأول المهم لايك واشتراك لو أنت مشترك وليتس جيت ستارتد من بداية إنتاج مارفل الأفلام عالمها السينمائي في العام 2008 الاستديو عمل كثير تجارب جريئة في طرح القصص الخيالية من قصة كابتن أمريكا في الحرب العالمية الثانية إلى مهمات السرقة الغريبة والعجيبة إلى البطل ذو القدرات العجيبة اللي يتحول إلى حجم النملة إلى عالم السحر والإسقاط النجمي والتلاعب بالواقع ومع ذلك يعتبر مسلسل واندا فيجن هو اكثر تجربة مجنونة ممكن بتشوفها او بتسويها مارفل الى الان وممكن برضو تكون بداية الفوضى في عالم مارفل السينمائي مش فوضى سيئة يعني ايش كذا عوالم متوازيه بحكم انه كمان فيلم دكتور سترينج الجاي بيكون كذا عن العوالم المتوازيه وسبايدر مان بيجيبوا اكثر من سبايدر مان هاي بيصير بيصير في لخبطه وفي عوالم متعدده ومن الكلام ده على كل حال في فيديو اليوم ومع الخربطه والبعثره الغريبه اللي شفناها في اعلان المسلسل بحاول قد ما اقدر اني اوضح كل شيء والله مو كل شيء بس يعني الاشياء اللي نحتاجها وبيكون الفيديو على عده نقاط ايش قصه المسلسل وليش شفنا مشاهد كوميديه في الاعلان باسلوب السيت كوم وليش شفنا ازياء ومشاهد كانها في الخمسينات بالرغم من ان المسلسل بعد احداث اند جيم وايش قصه الاطفال اللي ظهروا في الاعلان مع واندا وفيجن وبنتكلم برضو عن التصريحات حول المسلسل عن طاقم المسلسل وكم حلقه بيكون وعن الموعد المقرر لعرض المسلسل. ايش قصه المسلسل يا وجيه؟ كعادة مارفل في السريه يعني مره ما يحبوا كذا ما مره مره كتومين يعني اذا ما شفنا صور مسربه واذا ما حد جاب العيد من الممثلين ما راح نقدر نعرف شيء. والسبب يرجع انه الشركه ما تبغى تفصح عن معلومات قد تفسد متعه المشاهده فيقولوا لك خلاص تفرجوا وانت ساكت انتظر وخلاص فلذلك مصدرنا الاول لتكوين فكره عامه عن المسلسل هو تصريحات الممثلين وطاقم المسلسل وعشان لا نكثر تصريحات وكلام ماله لزمه خلينا نختصر ونقول انه اكثر وصف تم ذكره وانه مسلسل واندا فيجن بيكون مسلسل معقد وملغوص وكمان ذو عده تصنيفات كوميديا مغامرة كمان اكشن. علشان اكون صادق معاكم ولا افتي على راسكم واتفلسف كثير، حاليا كل اللي نعرفه عن قصه المسلسل هو انه راح يكون بعد احداث اند جيم، هذا شيء اكيد، وراح يجاوب المسلسل على عده تساؤلات كثيره، تجي ما تجي، على تساؤلات يعني، واهم سؤال راح يجاوب عليه وهو السؤال اللي في راس معظم المشاهدين تقريبا، كيف رجع فيجن للحياه بالرغم من انه مات؟ وايش الحوسه اللي عايشتها واندا في اعلان المسلسل؟ هذا بالنسبه للقصه كذا يعني بشكل مختصر، طيب ليش شفنا مشاهد كوميديه في الاعلان على طريقه السيت كوم، ناويين يجيبون العيد مارفل ولا ايش؟ ايش الهبل هذا يا وجيه؟ شوفوا يا جماعه، دائما مارفل ما تحب تطرح قصصها بخليط كذا من الاكشن والمغامرات وجرعه جيده من الكوميديا، والكوميديا تبع مارفل ما هي كوميديا بايخه ومبالغ فيها، كذا تحس انها النسبه المناسبه واللي تعطي جو جميل لاعمالهم، لكن في واندا فيجن يبدو انها بتكون اساسيه بشكل كبير، او خلينا نقول بجرعه زياده عن اللي تعودنا عليها، ولكن ليش هذه المره الكوميديا اساسيه؟ الجواب عند شيخ استديوهات مارفل كيفن فايجي، يقول الحبيب انه من اكبر المعجبين بالمسلسلات الكوميديه وعاجبه تأثيرها القوي على المشاهد رغم قصر مدة حلقاتها، هذا الإعجاب يا جماعة كان كافي انه يخلي فايجي يحتضن فكرة إضافة الكوميديا كعنصر أساسي في المسلسل، وراح يتم طرح المسلسل بعده أساليب كوميدية بداية من تصوير بعض حلقات المسلسل أمام جمهور حقيقي وكمان استخدام أسلوب التحدث أمام الكاميرا مثل مسلسل ذا اوفيس هذا بالنسبه ليش الكوميديا بتكون عنصر اساسي في المسلسل بعد كذا كيف الاحداث بعد اند جيم وكل شيء شفناه في الاعلان تقريبا كلاسيكي او كذا بستايل الخمسينات سؤال مهم وارابيك مارفل جاوبوا عليه او جابوا لنا الاجابه الله يعطيهم العافيه واندا يا جماعه عندها قوه يمكن ما عرفناها عنها وهي القدره على تغيير وتشكيل الواقع ها عندها حجر الواقع يعني ولا كيف لا يا حبيبي حجر الواقع قصه ثانيه لا لا الله يرضى عليك المسلسل اصلا ملغوص خلقه ولكن واندا عندها قدرة أنها تغير الواقع بطريقة ما كوننا عارفين أن واندا مرت بظروف جدا قاسية ونفسيتها جدا محطمة البنت أمها وأبوها مات وعاشت يتيمة وكمان مات أخوها التوأم قدام عينها في فيلم ايج آلترون وكمان فوق هذا كله يموت حبيبها شر موته وبين يدينها وصح انه مو بشري بس حبيبها يا اخي مات قدامها، فحكايه انها تملك القدره على تغيير الواقع بتكون فرصه ممتازه لانها تختلق حياه مثاليه من وجهه نظرها، علشان تخرج يعني من الهم والنكد اللي عايشه فيه، تسوي واقع كذا وعيشي فيه فهمتوا؟ هذا بالنسبه لايش؟ الواقع اللغوص اللي صارت. بعد كذا ايش قصه الاطفال اللي شفناهم مع واندا وفيجن؟ هي عامله واقع بديل يا وجيه وكمان حامل منه ايش السالفه؟ والله شوفوا يا جماعه انا مستغرب بقدر ما انتم مستغربين ولا لكن في الكوميكس واندا وفيجن عندهم توأم اسمائهم توماس اند ويليام توماس ويليام انجلش المهم توماس ويليام عندهم اثنين توأم ولكن خلونا نتجنب الكلام عنهم لانه احتمال كبير نكتشف هذه النقطة في المسلسل فخلونا بعيدين عنها أما الآن خلونا نلقي نظرة سريعة على بعض التصريحات حول المسلسل في البداية صرحت الممثلة تيونا باريس واللي بتلعب دور مونيكا رامبو في المسلسل بأن المسلسل بمستوى أفلام مارفل المليئة بالأكشن وبنفس الوقت يصنف مسلسل كوميدي كلام جميل، اما الممثل بول بتاني فيجن قال انه متفاجئ بحجم العمل، عمل ضخم كونه مجرد مسلسل، تخيلوا انه ميزانيه الفيلم حوالي 150 مليون دولار، احا ايش هذا كبير يا شيخ؟ والرقم هذا اعلى من ميزانيه العديد من افلام مارفل اللي طرحتها زمان، تخيلوا كده مسلسل بميزانيه فيلم، جنون مارفل مارفل يا حبيبي، هذا بالنسبه يعني لاهم التصريحات صراحه، ما في كلام كثير يا جماعه بس جالسين نحاول نجمع اكبر قدر من المعلومات عشان نغذيكم، أنا احبكم وانتم تحبوني و... ولايك وتروح حساب عربيك مارفل اما بالنسبه لطاقم المسلسل مهمه الاخراج تم تسليمها للكبير مات شاكمن شاكمن شوكمان مسوي يعرف وقال له قال كبيرة بس صراحة يا جماعة الرجال أخرج عدة حلقات لمسلسلات مرة كبيرة أخرج حلقة من مسلسل جيم اوف ثرونز وأخرج حلقة من مسلسل سكسيشن وأخرج حلقة من مسلسل ذا بويز وكمان أخرج حلقة من مسلسل فارغو يعني موضوع الإخراج مرة لا تشيلوا هم الأمور مرة طيبة وتبشر بالخير أما بالنسبة لموضوع الكتابة فمهمة الكتابة تم تسليمها للكاتبة جاك تشافر برضو كذا قاعد أقولها مسوي عارفها بس والله ما أعرفها ولكنها شاركت في كتابة فيلم بلاك ويدو الفيلم اللي تأجل لين قال أمين وما زال متأجل فيب جزئية الكتابة برضو تبشر بالخير جود جود جاب مارفل أما بالنسبة لطاقم التمثيل غير إليزابيث وغير بول اللي هم أبطال المسلسل واندا وفيجن عندنا الممثلة تيونا باريس وراح تقدم دور موني رامبو. والممثلة كاد ديننجز دينينجز يا أخي اسمها صعب كاد دينينجز وراح تقدم دور دارسي لويس تعرفونها أكيد وجهها مألوف صح ظهرت أكثر من مرة في سلسلة أفلام ثور كانت صديقة حبيبة ثور. ايوه بعد كذا الممثل راندل بارك وراح يقدم دور جيمي عميل سري سبق وظهر في فيلم اينت مان والممثله كاثرين هان بدور اغنيس وراح تكون جاره واندا الفضوليه والملقوفه يعني اصلا واه... لايق عليها كذا تحسوا دورها دائما يعطوها دور ملقوفه انت دور ملقوفه و... وقروشه اوكي اوكي هذا بالنسبه لطاقم العمل اما بالنسبه لكم عدد حلقات المسلسل وموعد عرضه راح يتكون المسلسل من ست حلقات ويقال انه كل حلقه مدتها ساعه كامله <applause> يا <applause> سلام هذا الكلام ولا لا؟ يعني مسلسل كوميدي اكشن مغامره ست حلقات وكل حلقه مدتها ساعه، ايش ذا الكلام يا مارفل؟ اي لاف يو. والى تاريخ هذا الفيديو ما في اي كلام عن انه ممكن يكون في موسم ثاني، يمكن يجي يمكن ما يجي الله اعلم. وراح يبدا عرض المسلسل بشكل اسبوعي ابتداء من 15 يناير 2021، وراح يعرض على منصه ديزني بلس عالميا وعلى منصه او اس ان في المناطق العربيه، حركات يعني حنشوفه مع الناس ما يحتاج غير انهم قالوا اصلا منصه ديزني بلس كبرى راح تجي عندنا الشرق الاوسط يس طيب يا وجيه متحمس اكيد متحمس تستهبل انت وجهك اي شيء لمارفل لازم نتحمس له مارفل ما عندهم لعب واحد زائد واحد يساوي اثنين اه ما يسووا حركات دي سي الله يصلحكم دي سي انا احب دي سي بس الى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو شاركوني ارائكم ونسبة حماسكم لهذا المسلسل المنتظر لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الاعجاب لو اعجبكم الفيديو اضغط لايك اضغط لايك يا صديقي يعني انا عارف انك تنسى وانا جالس اذكر فلا تنسى اضغط لايك الان شكرا لكم وشكرا لصفحة اربيك مارفل على المعلومات القيمة كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم